السلام عليكم يا إخواني وأخواتي الرجويين، تحية لكم أينما كنتم دائما وأبدا. مرحبا بكم يا إخوان، وكنتشرف دائما بالتحدث معكم. هذا شرف كبير لي أن أكون رجويا. على العموم مرحبا بكم، تحية لكم جميعا، وأتمنى أن تشاركونا اللايف دائما. يلا يا إخوان، نحن في انتظار الرجويين والرجويات. يلا أحبائي في الله، مرحبا بكم. هل البدراوي أحمق؟ ينات بعض الجماهير الرجوية بنجم السا، هل هذا مصطلح يقال على جمهور عالمي؟ بصراحة أنا ما عجبنيش المصطلح اللي كيتحدث به البدراوي. هذا ماشي مصطلح يقال على جمهور كبير، جماهير بعد يقول لك بعد الجماهير نجمة ستة، والمغاربة كامل كيستعمل نجمة ستة سي البدراوي. الى شفنا وجينا نقلبوا ونسولوا، نلقاو 70% ديال المغاربه هم فقراء ويستعملون نجمه سته. يقدر ديك نجمه سته كيدور بها العائله كامله. هذا ماشي مصطلح يقال على جمهور كبير. اخوان، كنتمنى تبارطاجيو معنا اللايف، ومرحبا بكم. من اراد ان يشاركنا اللايف هذا ما نتمناه ايضا، واللي بغى يطلع مرحبا به. وشنو كتفضلوا، حزبان بودريقة في رئاسة الرجاء؟ اللي رجاوي يكتب ديما رجاء باش نعرفو على الأقل لا واش رجاوي ولا عاد داخلي. ناموس كتر. يلا يا إخوان شاركونا اللايف، مرحبا بكم. يلا احبائي في الله شاركونا اللايف، بارطاجيو بارطاجيو يا اخوان. بارك الله فيكم. وكنتمنى يطلع شي واحد يشاركنا هذا اللايف، الى عنده ما يقول في هذا الموضوع. هذا واش البدراوي بالفعل غلط او كاينه بعض الجماهير اللي كتستحق هذا اللقب هذا؟ انا كنشوف من وجهة نظر ديالي انه مصطلح غير لائق للجمهور الرجوي. بالنسبه باش تنعت الجماهير الرجويه بنجمه سته، فهذا صراحه مصطلح لا يليق بجمهور الرجوي. انا بالفعل كنتمنى الجمهور كامل ما يسب حتى شي واحد، ما يسب حتى شي واحد كيف ما كان النوع ديالو. صراحة اخويا انا شخصيا منفصل بطريقة، صراحة انا اخويا كان انا اخويا شخصيا منفضل ما مفهمش ما نفضلش بطريقة. الله، واش كتفضل بطريقة عبدو ماريا، ابو ماريا، اعتذر ابو ماريا، واش كتفضل ابو دريقه؟ موضوع تافه. حسنا خويا، الا كان موضوع تافه يمكن لك تغير المحطه، حنا غير كنناقشوا اخويا. وانا راه طرحت سؤال اخويا، انا واش قلت واش شنو كتفضلوا، واش حسبان او بودريقه؟ يعني انا ما قصدتش بدراوي بوحدو، بدراوي اجا في الطريق هذا. انا ما عجبنيش المصطلح، طرحت المصطلح تاعه. واش هذا اللي كينعت الجمهور بنجمه السا؟ ما تدويش عليه خويا مصطفى.
يلا يا اخوان شاركونا اللايف، بارطاجيو معنا، الله يجازيكم بخير. اللي بغى يطلع يشاركنا اللايف راه مرحبا به. احنا ناسي البدراوي يا اخويا، احنا كاع ما كان، انا اصلا كاع ما كنجبد البدراوي في المواضيع ديالي مره، كاع حتى في المنشورات ديالي ما كنديرش البدراوي، كاع ما كندخلوش في، انا غير ما عجبنيش المصطلح. بارك الله فيك خويا ابو ماريا، الله يخلي لك ماريا اخي، شكرا، بارك الله فيك، حتى انا كنتشرف بك اخويا، مرحبا بك. شوف انا بدي كنفضل بطريقه، ولكن فاني عوض بطريقه، عن بطريقه عنده بزاف بزاف السلبيات، عاوتاني يعني حتى واحد ما كامل في هاد الرؤساء، لا حسبان ولا بطريقه. انا كنتمنى التوفيق للجميع، انا حيت انا عارف الكل غادي، اللي غادي يجي ما غاديش، ما غيدير والو الراجل، ما يعطي حتى شي اضافه الراجل، انا عارف ان الوعود الكاذبه دائما، و شي واحد يقول لك هيجيب لك ميسي، واحد يجيب لك يقول لك هيجيب لك رونالدو، ما نعرف شنو، وفي الاخر ما كاينش وعود كاذبه، حنا تعودنا على هذا الشيء. هذا زعما انا كنثيق بهذا الشيء، فن، هذا هو الفن السياسه، كتبقوه في الرياضه عاوتاني، الناس تعلموا، معلمين مدربين في السياسه مزيان، يعني غيجي وي، انا كنتمنى اللي فيه الخير هو اللي، هو اللي يشد الرجاء، اللي فيه الخير وغيخدم الرجاء كنتمنى له التوفيق على حسب النيه ديالو كي دايره، اذا كان ناوي يخدم الرجاء وهذا، انا كنتمنى له التوفيق من هذا المنبر هذا، سواء حسبان ولا بودريقه ولا اي واحد جا باغي يخدم الرجاء، ما كيهمش يكون رجاوي او ماشي رجاوي، المهم هو واش غيخدم الرجاء، اش يعطي الرجاء، واش غيدير في الرجاء شي حاجه. احنا بصراحه كرجاويين صراحه عانينا بزاف مع هاد المسؤولين اللي صراحه، ولا الرؤساء العام صراحه، انا العام اللي كان الزيات كان بان لي انا العام مزيان، انا عجبني ذاك العام، كنا كنحسو بكره، وكان بعدا كنا مازال لاعبين مع لونغو، مازال رحيمي، مازال بعدا، المهم تفرجنا في كره، على الاقل تفرجنا في كره. هاد العام راه لا علاقه، زعما الراجل راه لا علاقه، والرئيس اللي غادي يجي هو الله ما كاين نسيت تسترزق وكيف هذا اودي اش نقول لك، دابا انت كتهضر وصافي، يعني ما كتعرف حتى شي حاجه على هاد، المهم كل واحد كيخلص والله على النيه ديالو اخي مصطفى. انا باش عرفتيني انا كنسترزق من هاد الفيسبوك اصلا، سلام ديما رجاء، اكيد اختي ابتسام مرحبا بك، دائما رجاء دا اكيد، سواء رابحه ولا خاسره راه ديما تبقاش حتى الوداد في بدايه عانات مع النصير. شوف اول حاجه زعما انا وخرجاوي ان النصيري هو رئيس بالنسبه للوداد، راه قاد بالوداد صراحه، ما عمرنا شلنا فيه المشكل مع الوداد، رئيس قديم مع الوداد ما عمرو تبدل، وحتى ملي كينتخبو تينتخبو غير هو النيت، واخا السيد باع لاعبين ما حسيناش بتغيير في الوداد، ما كاينش تغيير، بقات الوداد كيف ما هي، وهي العام اللي، العام الماضي اللي فات لعبت نهائي تشامبيونز ليغ، هذا العام هي لعبه نهائي تشامبيونز ليغ، احنا اللي كنعاني وما فهمتش، احنا عين الراجل اللي كتعاني، رجع عندها مدرسة، رجع راه أكاديمية، رجع راه نورمالمون ما خصهاش تعاني من ناحية اللاعبين ولا من،
الرجاء راه الى قلبنا البطوله المغربيه كنلقاو لما قلت لك 30% ولا هذا من اللاعبين ديال الرجاء. اي نادي مشيتي له مغربي غتلقى فيه 3 ولا 4 ديال الرجاء. وحنا ما صبرناش، حنا ما صبرناش على على الرؤساء. شنو نصبروا فيها بطوال دوزيام ديفيزيون؟ نصبروا ملي يكونوا مكلاسين دوزيام، بعد على الاقل في البطوله نكونوا مكلاسين دوزيام ما يهمش. وحنا راه مكلاسين سانكيام صاحبي. راه شوها صاحبي الراجل ما تشاركش حتى في كاس الكونفدراليه ولا راه شوها بالله الراجل. ابتسام اكيد اكيد راه المنافقين موجودين والله العظيم. مشكلة الرجاء اي واحد كيجي لها خصو يدبر منها. يعني انا مثلا جا الرئيس، اي رئيس كيجي للرجاء الا وعنده هدف معين. كاين اللي كيجي على الانتخابات، كاين اللي كيجي باش يسترزق من الرجاء. ما فهمناش هاد الناس، ما بينوا لنا والو. راه مكذب عليكم. شكون هو اخويا عمر بوغاليم الودادي؟ اكيد اكيد اكيد. انا ما قلت لكش سميتو النصير هو اللي كيقرر بوحدو. اكيد راه اغلبيه اللي كتقرر، ماشي واحد الشخص. واخا يكون رئيس نهضر لك على الدعم المادي. خلينا من ملي كيكون الدعم المادي هو اللي كيقرر. حنا ما كيجيوش يدعموا الفرقه، كيجيو يسترزقوا من الفرقه. كيف ما تيقول البدراوي، انا عطيت من مالي الخاص 2 ملاير. انا ما شفنا والو من 2 ملاير حنايا، يعني ما شفنا حتى شي تغير في الرجاء. الرجاء راه مازال كتعاني في الازمه. انت خاسر 2 ملاير من جيبك، والرجاء صرفت 6 ملاير ولا شحال، ورغم ذلك كتعاني. مايمكنش بزاف هادشي. هذا الرجاء خسرت 8 ملاير ونص، وبزاف هادشي. فرق هادي ما كانت الميزانيه، ما كاينش فريق في اوروبا صاحبي ما كيخسرهاش. ميزانيه كبيره هادي تخسرها صاحبي، وكاين اللاعبين ما انت مخلصين حتى الخلاص. ها هذاك الشيء الله اعلم به. المهم الناصري باين في الواجهه، هو اللي باين. يعني اي حاجه، اي اذا كتحسب ليه هو، ما تحسبش الناس اللي في الخفاء. فهمتيني خويا، انا كنضر على الناس اللي في الواجهه، اما اللي في الخفاء الله اعلم. حتى في الرجاء راه كاينه ناس في الخفاء كتحارب اي مكتب كيطلع، حتى ولا بغى يخدم تيتحاربوا. راه قالها البدراوي براسو قالها. يعني انا جينا اي نقلبوا اي دوله راه كتلقى عندها جنود الخفاء ديالها. دوله بحالها كتلقى عندها جنود الخفاء. امين اختي ابتسام، ربي يخليك. واش اللي كنتمنى والله، كان لا بعدوني من المنافقين والله حتى تمشي الرجاء بعيد. يبعدوا دوك جنود الخفاء اللي ما كيبانوش وكيعارضوا على اي حاجه، اي حاجه كيعارضوا عليها، الحاجة اللي كتكون في صالح الراجل كيعارضوا عليها.
وحنا اللي كنتمنوا اللي فيه الخير هو اللي يترأس الرجاء، ونتمنوا يديرناه على الأقل يديروا شي حاجة بعدها، ونتمنوا يفوزوا بعد على الأقل في هذا كأس العرش، على باش نشاركوا في كأس الكونفدرالية. راه صراحة محال، ما صراحة نتكلاصاو رابعين هذا العام. الله يبارك فيك اختي فاطمة، تحياتي ليك اختي، بارك الله فيك. اكيد ديما رجاء، الصراحة ما عمرنا نتغيروا، ما الرجاء غتبقى دائما في القلب والى الابد، سواء خاسر او رابحة ما كيهمش. حنا من بغينا الرجاء ما بغيناش على النتائج فقط، بغينا على الربح وعلى الخسارة وعلى كل شيء. حنا حبينا الرجاء، حبينا على لعبة، على بزاف الحوايج، على جمهور الغالي، على جمهور الزوين اللي بعد المشكلة، اللي بعد الجماهير، بعد البراهج كيخسروا الصورة ديال الجمهور. أما الجمهور ديال الرجاء، الجمهور اللي هو راقي، إخوان بارطاجيو معنا الإخوان، بارطاجيو اللايف طايح مرة يا إخوان، اللي ممارس مالك كتبارطاجيو شي إخوان. يلا شعب الخضر، هيا ان شاء الله يكون خير، هذا ما نتمنى اختي فاطمه. اخوان ديروا لنا متابعه، ما تنساوناش متابعه، ان شاء الله يا ربي يكون خير، نتمنى الخير والله. صراحة عينا بغينا، صراحة احنا بغينا على الأقل نفوزو بالشامبيونز ليغ، نفوزو بالبطولة، أمور بدات كتقصح. حنا مدة هادي صراحة ما أو من 99 ما شفنا الشامبيونز ليغ. حنا فريق كبير، حنا سبقنا فرق لأفريقيا، وسبقنا فرق كتير الفينارات، حنا كنا دائما السباقين، الرجاء دائما كانت هي السباقة في أي حاجة. اليوم كتعاني، دائما كتعاني ماديا، علاش الرجاء ما خصهاش تعاني؟ والله ما خصها تعاني بالله، غير داك الجمهور اللي كيدخل، الرجاء عندها جمهورها والحمد لله. ابو مريم اكيد، وراه الجمهور ديالها راه هو اللي مخليها الصراحه، واقفه لولا كون من الجمهور. كرة الرجاء هنا، كرة الرجاء هبطوها للدوزيام ديفيزيون، ايوا انا نتمنى ان شاء الله هذا الرئيس اللي غيطلع يكون فيه الخير. انا الصراحة نكذب عليك، في الاول البدراوي زعزعني، قلت صافي البدراوي طالع بواحد الحماس، قلت صافي الفرقة هذا العام غتكون ان شاء الله فرقة قوية وكدا، الساعة للأسف داكشي اللي كنسمعوه، ديك القصيدة اللي كنسمعوها دائما سمعناها طبعا البدراوي. انا ما كنلومش الرؤساء اللي كيطلعوا، ما كنلومش البدراوي، وكنلوم كنشوف كنلوم دوك الناس اللي هما كيخدموا في الخفاء، صراحة كانت الرجاء بالنسبة لدور المجموعات ديال الشامبيونز ليغ كانت في واحد المستوى عالي جدا، وكنت قلت زعما مع راسي انا شت ديك المستوى زوين وهذا، قلت واقيلا الرجاء غتمشي بعيد بهذا المستوى هذا، ولكن للأسف فريق فايز ب 16 نقطة، أهل ب 16 نقطة، وفي الأخير خاسر مع فريق تأهل بستوستين كشيفة، وداك اللي مأهل بستوستين كشيفة هو لعب الفينال، الأهلي المصري اللي لعب الفينال تأهلت صحة، ما عرفتش علاش الكرة ما بغاتنا خصوص في الرجاء. ايوا كنتمناو الخير ان شاء الله.
يلا الاخوه نبارطاجيو معنا اللايف. وانا اللايف طايح مره اليوم ما عرفتش علاش. يا رب. على العموم يا اخوان شكرا لكم، ليله سعيده. الله يطيح بزاف، ما يمكنش نبقاو بحال هكذا حتى الغدا ان شاء الله. ديروا شويه عاوتاني. السلام عليكم.